مع اقتراب نهاية شهر آيار يبدأ موسم صيد أسماك الصبور في ناقعة الفاو أقصى جنوبي البلاد، حيث تتوافد أعداد كبيرة من الصيادين العراقيين إلى هذه المنطقة الشهيرة من أجل صيد أهم الأسماك البحرية. وتعتبر أسماك الصبور من أكثر الأسماك التي تجذب الصيادين، مما يجعلها مصدرا رئيسيا للدخل للعديد من العائلات في هذه المنطقة. السنة الموسم الصبور لا شيء، يعني للفقير ماكو ما ياكل. السبب انه هالسنة الصبور كلش غالي. السبب قطعة والصيد الليل، اللي هو كان العالم مترزقة عليه الصيد بالليل ويتكاثر الصيد بالليل. هي سمكة بالنهار ما تصاد، بس بالليل بعد يكون ظلمة يحطون الشبش حتى تنصاد. فهالسنة الصيد قطعوه بالليل، فالصبورة صعدت يعني من لك نار، ما صعدت ما يقارب 200-225 الزوج. زاد الموسم قال صراحة، يعني لأن كان الصبور محصور بالبصرة مثل ما دي اللي يعرفونه، بس أهل البصرة هسه انفتح للمحافظات، ظل يوصل لأربيل حتى الموصل يوصل، فمن انفتح المحافظة ظل يصعد السوق. يعني تخيل إنه صبور أم 20,000 العام يمكن بعشرة زوج مرة. لا يخلو هذا الموسم من التحديات والمشاكل التي تواجه الصيادين، ومن أبرزها تلك التي تعترض طريقهم ومنعهم من مزاولة صيدهم من قبل خفر السواحل الإيرانية والكويتية. تمتد المياه الإقليمية لهذه الدول على مسافات طويلة في الخليج العربي، مما يضع الصيادين العراقيين في مواجهة مباشرة مع السلطات البحرية لهذه الدول. والله الموسم هالسنة كلش ضعيف، لأنه أكو معاناة للصيادين من قبل دول الجوار. الإيرانيين يشتغلون بالليل، العراقيين ما يشتغلون، حاطين على طول الحدود كاميرا. أنت المهرب المخوش هاجمي كضة، أنا ما أقول لك لا اخذها أنا وياك عليها، بس هذا الفقير اللي جاي يعيش، وهي فترة شهرين، هذا الشط العرب ترى فترة شهرين. ليش تحرمون الصيادين وبالنهار ماكو؟ لأنه شمس وهذا ماكو الصيد، الصيد بالليل. يبقى موسم صيد أسماك الصبور حدثا مهما ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر، رغم التحديات المتزايدة التي يأمل الصيادون في أن تكون هذه السنة مختلفة، وأن يتمكنوا من ممارسة نشاطهم بحرية وأمان، مما سيمكنهم للاستمرار في ممارسة مهنة الصيد التي تمثل جزءا لا يتجزأ من ثقافتهم وتراثهم. من البصرة، مصطفى الشمري، التغيير الفضائي.